الفكرة بتاعة البروجكت بتاعنا إننا نقدر نسيف كل الميموريز بتاعة البني آدم، وأولاده لما يتولدوا ياخدوا كل الميموريز دي، ساعتها نقدر نزود الإنسان بيعيش قد إيه ونسرع الريت اللي البشرية بتتقدم بيه. يعني إيه جينوتايبس؟ الجينوتايبس هي شوية كودز موجودة في الـ DNA بتاعنا. الكودز دي بتبقى inherited من الـ parents، وكل واحد بيبقى عنده كودز مختلفة هي اللي بتحدد الـ eye color بتاعه أو الـ height أو الـ hair color بتاعه. ايه هو الفينوتايب؟ هو الكاركترستكس بتاعة البني آدم اللي قدامنا اللي نقدر نشوفها بعينينا، والانفيرومنتال كونديشنز ليها تأثير في اللي بيحصل ده. اكزامبل على كده هو التان، لو حد قعد في الشمس فترة طويلة البيجمنتس اللي على السكين بتغمق عشان يحمي السكين من الالترا فيولت لايت. طب ايه الفرق ما بين الجينوتايب والفينوتايب؟ هو اننا نقدر نعرف الكاركترستكس عن الجينوتايب لو بصينا على الدي ان ايه، ونقدر نعرف الكاركترستكس عن الفينوتايب لو بصينا على الشكل الخارجي للبني آدم. ازاي الجيناتيك ميموري موجودة في الانيمال كينجدوم؟ حيوان زي السمك مثلا، الميموريز بتاعت البني آدمين بتروح بعد ما البني آدم بيموت، لكن في السمك الميموريز بتاعت السمكة من ساعة ما اتولدت لحد ما بتموت بتتخزن في الـ DNA بتاعها. لما السمكة بتخلف أولادها أو أحفادها أو الجنريشنز اللي بعدها بتقدر تأكسس الميموري دي، وبيقدر يعرف كل تفصيلة الانسيسترز بتاعه عاشوها. في حيوان تاني هو الفور. في الحالة بتاعة الفور كان في ريسيرش معمول في نيورو ساينس سوسايتي في جامعة سان دييجو، كان في حد بيحضر للدكتوراه هناك في كاري ريزلرز لاب، اكتشف ان الفيران تقدر تنهرت سبيسيفيك سمول ميموريز. ازاي؟ مثلا لو في فور شم حاجة، السميل دي بيتعمل لها سيف في الدي ان ايه بتاعه، وولاده يقدروا يحددوا الريحة دي ايه، مع انهم عمرهم ولا شافوا ابوهم ولا شموا الريحة دي قبل كده. السنة اللي فاتت الريسيرشرز اكتشفوا ان الـ environmental changes can be passed down through 14 generations في حيوان معين. الحيوان ده كان الـ roundworm. عملوا ايه في الـ roundworm دي؟ عملوها genetic engineering، زودولها ترانس جين فور فلورسنت بروتين. الجين ده لما بيبقى اكتيفيتد بيخلي الدودة تنور تحت الالترا فايولت لايت. فجم عملوا تجربة على الدودة دي، ودوها في انفيرومنت 20 ديجري سلسيوس. الدودة ما كانتش مطلعة ضوء جامد اوي، كانت يدوبك بس عاملة نور خفيف اوي. بعد كده غيروا الانفيرومنت، علوها لحد 25 ديجري سلسيوس، ساعتها الدودة كانت منورة جامد قوي. وبعد كده لما رجعوها تاني لحاجات أبرد، لمناطق أبرد، الدودة فضلت منورة. فاكتشفوا إن الدودة دي عملت سيف للميموري دي في الـ DNA بتاعها. وبعد كده أخدوا الجنريشن اللي طالعة من الدودة دي وحطوهم في environment بارد بس، وكل الجنريشنز up to 14 جنريشن بعدها كل الورمز كانت بتنور بطريقة جامدة أوي حتى في الكولد كونديشنز. ايه اللي ممكن يحصل لو البشرية اتقدمت في التكنولوجي لدرجة اننا نخترع جهاز يقدر يخليك تشوف كل حاجة اجدادك عاشوها؟ حاجة زي كده اتعمل لها ديمونستريشن في لعبة او فيلم اسمهم اساسنز كريد. المين كاركتر كان بيتوصل بجهاز، ومن الجهاز ده المين كاركتر كان يقدر يعيش كل لحظة أجداده عاشوها.
اختراع زي كده ممكن يفيد البشرية فيه. تخيل كده معايا، بدل ما تقعد أول 23 سنة في حياتك تدرس وتتعب رايح من المدرسة للجامعة ولازم تجيب مجموع عالي عشان تخش كلية كبيرة، بدل كل ده وانت عندك 4 سنين يبقى عندك نفس العلم بتاع واحد عنده دكتوراه. حاجة زي كده هتطول عمر الإنسان. ازاي يعني؟ بدل ما هتبدأ حياتك عندك 23 سنة تقدر تبدأ حياتك وانت عندك 4 سنين. ده هيوفر وقت أكبر إن البشرية تقدر تفهم physical properties لحاجات صعب نفهمها زي البلاك هولز، وإزاي نقدر نعيش على كواكب أكتر بدل الأرض بس.